يوجد في احدى القرى مقبرة، ويوجد بتلك المقبرة مسجد تحيط به المقبرة من ثلاث جهات، الشمال والجنوب والشرق، والمسجد قد تصدعت حيطانه ولم يبق سوى ارضيته وتقام فيه الصلاة، فما حكم الصلاة وهل تجوز فيه الصلاة اذا اقيم بناؤه؟ نعم، مسجد مقام ما يضره قبل القبر على يمينه وشماله وخلفه، ما يضره، يصلون في ذلك فلا حرج عليه. واذا كانت القبور قريبه من جهه الارض من جهه قبلته فينبغي ان يكون بين المسجد وبين القبور جدار اخر يحجز المقبره على المسجد، فيجب دار المسجد هذا هو الاولى والاكمل، ان يكون هناك جدار اخر يحصل المقبره عن المسجد غير جدار المسجد، هذا هو الأكمل.